عليكم يا أبي. أبو فارس، أبو فارس، يا أبو عصام، ربي يخليك. كيف شافي وضعه؟ إن شاء الله بيطمني. إن شاء الله خير عمو، في ردود بجسمه، الظاهر يلي ضاربينه دعوسينه دعوسة، وجهه كمان كتير تعبان، بده قطبة فوق جبينه، بس الدرك لهلا ما اجوا، ولازم يجوا يعملوا ضبط؟ بيجوا الدرك، بيجوا ما في مشكلة فيه، بس هو لإمتى حيضل هيك؟ لإمتى حيضل هو؟ هلا بكل الأحوال بده يتم اليوم وبكره مشان نعملوا الفحوصات والتحاليل. اليوم وبكره على خير إن شاء الله، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طمنا أبو عصام. والله الله ستر فيه الشيخ يا والله. طمنا أبو عصام، شو قالوا الحكماء؟ والله كم رد هيك بإيدي، صدره يمكن مكسور أو شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعافيك. الله يكسر إيدي اللي عمل هالعملة. آمين آمين آمين. إيه أبو عصام؟ من بقي عنده؟ إجوا أهليته والله، حرمته وأخواته. الله يجزيك الخير يا أبو عصام. الله يطول بعمرك يا أبو عصام. تعال شو عملنا إن شاء الله الله يرضى عليكم. هلا أبو جودة ما بين ما هيك. لا والله ما بين. هلا وقت ولا لازم يجي، فتحت عيني يا عم شو صاير مع الزلمة. قوم عصام، قوم لشوف أبو طلالي هذا. قوم. السلام عليكم. السلام عليكم. ما خلصتي بقى حاجة تفى فيها. أبو جودة ما تدوج علي هلا، لاعب للاعب، ما تعمل. هب. انضرب. شوف لي هالشوفة. يا حبيبي. لوك انت ما تسعي على حالك، لوك انت زلمه ما تسعي على حالك، قاعد عم تلعب طاوله والشيخ عبد العليم كان رح يموت. خلصنا بقى سيم، خلصنا بقى، ليش هذا الحكي؟ شو بالشيخ عبد العليم؟ معلوم ما بتعرف شو بو، قاعد عم تلعب طاوله، لك انت ما بتاخد معاش، ما بتاخد معاش مشان شغلك؟ عصام طب لسانك، ما في لزوم لهذا الحكي، انت بمكتبي ها؟ روح شوفوا للشيخ عبد العليم شلون ملقوح بالمشفى ودمه حميمه، روح. لا يا شيخ عبد العليم والله ما بيستاهل. ليش ما خبرتوني خيو؟ آه أنا شو عرفني؟ قاعد أنا وأسجل هو، مين بده يخبرني؟ بلازم أنتوا تخبروني، تقدموا بلاغ؟ والله اللي قاعد عم يلعب طاولة والزعران عم تسرح وتمرح بالشوارع، منين بدي أعرف شو عم يصير؟ آه؟ شوف أبو جودة، نحن من على بكرة الصبح رايحين على الأمن العام، وبدنا نشتكي عليك، ويا نحن يا أنت. خلصنا بقى، كل واحد منكم قام إيده على رجله بيقول لي الأمن العام، شو يعني الأمن العام؟ قدمتوا بلاغ للمخفى، ونحن ما تصرفنا مباشرة؟ هسيان جاهز العناصر. صح النوم، امشي خالي. روح سيدي. لك جاهز العناصر. خلص جاهز العناصر، انت انسحبت من اللعبه والمسحوب مغلوب. لك العمى ضربك عبد العليم اكل اكل يا احبار. روح جيب لي ابو فارس. مين ابو فارس؟ ابو فارس. لك ابو فارس الحارس تبع الحاره. الحاره؟ لك حاره الضبع يا ضبع، هذا الاسمي ابو الشوارب اللي يقعد قدام التنك، عرفته؟ اعطك البواب. روح شوف يا فارس. هذا واحد جاحد وكافر اللي ضربه للشيخ عبد العليم، والله اذا بمسكه لاطلع بروحه. لك انا ما عم تفوت بقلي يا جماعه، مين هذا اللي استرجع ومد ايده على الشيخ؟ هذا زلمه حاقد عدو الله. يا لطيف، ورح نضل هيك يا رجال؟ ما فينا نعمل شيء. شلون ما فينا نعمل شيء شيخنا؟ ما فينا نعمل شيء اخي زافر، شو بدنا نعمل؟ هات لنشوف. ابو جودة يحقق بالموضوع. أبو جودة بده يحقق. أبو جودة مو شاطر غير يعبي بطنه. يا جماعة الخير، خلونا بكرة الصبح ننزل على المشفى الطلياني، منشق على الشيخ، بركي منحصر لنا شي شغلة شي معلومة منه، ونشوف أبو جودة شو بده يطلع منه. يسلم تمك عبدو، هذا الحكي. صار يا أبو فارس أنت كبرت، وما عادت نفعان تكون حارس لحارة الضبع. الله يسامحك يا سيدي أبو جودة. يعني هلا أنا إذا ما قدرت ألقطهم معناتها صرت كبير وما خرج احرس باب الحاره. بك بني ادم، فكر معي، فتح عيونك، غرابه دخلوا على الحاره، منين بدي افوت من الباب؟ اي في 100 باب و100 طاقه يدخلوا منا، شو وقفت على باب الحاره يعني؟ اهلك شو بقول لك؟ شو صار معك؟ والله يا ابو جودة احترت يعني، انا ما لقيت ولا ازهر، بحلب معروفين، بتدور عليهم بتلاقيهم، بتعرفوا هذا ازهر، هون ما عم لاقي. لا هون. هلا هيك عم تدلعني دم فراس؟ ابو فارس. أفارس. اسمع فارس، هذا الانذار الاخير لك، اذا تتكرر الحادثة مره ثانيه راح شرحك بعدك عن البيت، فهمت؟ امرأة صرف. حاضر، يلا السلام عليكم. الله كاي.
يعني هلا الزهران دنيا عدو يلون ليك ونحن ومتعوا القطونة. يلا ترامي سيدنا. عليك العافية عمو. الله يعافيك. الله يعطيك العافية بنتي. الله يعافيك عمو. بتمنى انه ما تاخذوا طاقته معه كثير لانه صحته كثير تعبانه وصدره ما بيسمح. بالاذن. تفضلي. الله يعطيك العافيه. الله معك يا بنتي. الف لا باس عليك، الف لا باس عليك يا مولانا. الحمد لله على سلامتك. ما عرفت مين هني مولانا؟ الله يسلمكم جميعا. لا والله يا ابو صفا. لا والله ما عرفت. علقت مع حدا بالسوق؟ صار شيء بينك وبين حدا؟ يعني لازم تتذكر مولانا، لازم تتذكر شو صار معك. لك يا أبو قاسم يا أخي، أنا بحياتي ما شاكلت حدا ولا حتى عارف المشاكل ولا حتى عارف مشاكل. بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله. بس أبصر شو في وراها القصة. أبصر شو في وراها. منين كنت جاي؟ منين جاي كنت؟ أخي أبو عصام، لكن جاي من الأوقاف. كنت جاي من الأوقاف؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو سمعوا؟ السلام عليكم. كتر خيرك والله، منيح بتعرف تسلم. عليكم السلام سيدي. شو سمعوا؟ هاي آخر مرة أنا بجي بسألك فيها عن صاحبك. مين صاحبي؟ الشيخ فكري. من هو؟ منين إجا هاد؟ منين جاي هاد؟ ما بعرف شي غير اللي بيعرفوه أهل الحارة عنه. بعدين زلمة جاي من الأوقاف رسمي ودارس بالأزهر الشريف، يعني ليش العالم حاط حطاته ما بعرف. انت شو بدك منه؟ انا شو بدي منه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كتر الله وعد يمين، مش قد ايه الكباب بحياتي. كباب اورفي، كباب بيجان، كل انواع الكباب هدول اكلوا. الفشه شرفت ابو شحوا ابو الفشه. الله لك يا نمت فشة فسافة قبل الدراويش الفشة. شقد هيك؟ ايه بجنب القبة، باب الحديد، بالكلاس، باب العتيق، بجنب القلعة، هدول محلات حوالي القلعة كلياتهم. ايه ما اكلت هيك كباب ولا عين رحيت. مشان تعرف انه ما سويت بحكي كلمة بيطلع قدها. انا قلت لك رح ذوقك كباب لكن يرشيك حليب امك اللي رضعته. لك عبال ما اشوفك حجي وتوصل للبرلمان يا رب. اها هون حط بس يا عمال. ايش في؟ هلا قلت لي مجان انت راح تستلم الصندوق الكيس الانتخابات اللي بالكركو. ايه انا؟ لك انا ابو جوده اللي ايش بدك؟ حلو بدي منك شغله صغيره بجيك من وراها رزقه كبيره. ايش هي؟ صلي على سيدنا محمد صلاه جامعه. وين عبدو؟ اهلين اخي ظافر. اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. الله يعافي قلبك. شو ما بدنا نروح لعند الشيخ عبد العليم؟ والله بدنا نروح بس صحيح هلا شفت ابوه قال مانعين الزيارات لعنده. اوف وليش مانعينها؟ اخي انا بعرف الهم كل شغله هدول المستشفيات. شو رح ننفق عليه سمنا احنا؟ شو عرفني انا. يلا سيدي على خير على خير. الحمد لله رب العالمين. هلا انت رح تضل على البسطه ولا عندك شغله تاني؟ لا لك زعفر لا، انا بدي اوقف عليها بدي اكسب ثوابها. شو هالحكي هاد؟ هاي بسطة مباركة ما في كلام، عندي عليها مصليات، أغطية صلاة، مسابح، مساوي، هذا كله على سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا ربي. لك ما اختلفنا عبده، بس شغل البايكة شو؟ شغل البايكة ماشي ماشي، علينا تارك زكي هنيك، وكل شوي والتانية بمرق لعنده. شغلتها بسيطة لك أخي، بعد صلاة الظهر أنا بخلص من البسطة وبروح على البايكة. الله يقويك ويرزق، عاود شي. سلامتك، دعينا دعينا. يا الله. بركة رسول الله يا أحباب الله. يا الله يا الله يا جبار يا الله يا الله الله يا سيدي. استغفر الله العظيم. ما عنا شيء للبيع، مو للبيع أختي. اللهم أجرنا من غضب الله. لك شو عم تعمل هون ولك عبدو؟ يا عمي أبحاسي. وليش هيك بغير حلاسة؟ شو بحلاسي؟ من شو بيشكي؟ عم نترزق الله عمي، رزق مبارك هاد. شو عم تعمل هون؟ عم نبيع ونشتري. شو عم نساوي يعني؟ ايه والبايكه؟ البايكه تارك زكي هنيك. ها
والجماعة سلموك البايكة إلك ولا لزكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا عم بيسلموني أهل إلي. إيه شو عم تعمل هون لك؟ عم نترزق. الله شو عم نساوي؟ هذا رزق مبارك عمي، رزق مبارك بالصلاة على سيدنا محمد. بالله عليك أبو عصام، تعال اسمع. الرزق البسطة مبارك كأنه رزق البايكة مبارك. مين قال الحكي عمي؟ مين قال الحكي؟ شو علي عمي؟ شو علي؟ خليك على الرزق مبارك عمي، ترك الباقي خلص، سلم لحدا غيرك. عدم المؤاخذة عمي، هاي شغلة بيني وبين بيت عمي. لو عبدو انت بعد تستحي؟ كيف بتحكي مع عمك ابو عصام هيك؟ شو حكينا؟ لا معلش تركوا ابو حازم، تركوا خليه ياخذ راحته. تربايتنا هذا عمي عبدو، تربايتنا. لك عبدو الشيخ فكري وين عرضي؟ ما شفته اليوم، ما بعرف والله. خير شو بدك منه؟ لا سلامتك، بس كان شفته قل له عمي ابو عصام بده اياك انت هيك، بس قل له هيك. والله يبارك لك عمي، الله يبارك لك انت والشيخ فكري. الله يبارك فيك سيدي. ايه سيدي، نشوف شريفه مشان نعمل الحساب. حسبي الله ونعم الوكيل، بنشوفها ايمتى ما بدك عمي، بس ما حلو تذكر اسمها قدام الخلايق بالشارع. لك شو اجنانها؟ أهلا تموها مشان يخبوا اسمها. حسبي الله ونعم الوكيل، استغفر الله العظيم. خلص عمي خلص، بنشوفها ايمتى ما بدك. ايه روح امشي روح اطلع على عند مرت عمك. امشي. مرت عمي عندي بالبيت هلا، بس خلص شغلي بمرق لعندك على القهوه، باخذك ومروا لعندي على البيت. منيح هيك؟ اتكلنا على الله ونعم الاتكال. حسبي الله ونعم الوكيل، بركة رسول الله يا احباب الله. يا اهل المرور والعز والكرامه والطيبه والنخوه والشرف والشهامه، ننسى الايام الصعبه وبالمحبه اللي بتشرحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين افراحنا.